اهلا بيكو. في الفيديوهات اللي فاتت ابتدينا بان احنا عرفنا ايه النولج والسكيلز والابيليتيز، وبعدين اتكلمنا عن بلومز تاكسونومي وعن الكون اوف اكسبيرينس. دول كلهم مقدمات لما يسمى بالبرنسبلز اوف ليرنينج. في المحاضرة بتاعتنا النهاردة او في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن ايه الحاجات اللي بتأثر على عملية التعليم نفسها، ايه اللي بيخلينا نتعلم اقل او نتعلم اكتر من حيث المحاضرة والانفايرومنت اللي حوالينا وغيرها. تعالوا نشوف ايه اول واهم حاجة بتأثر على عملية التعلم. الحقيقة هي حضرتك، انت اهم حاجة في عملية التعلم، وانت اهم حاجة في عملية الفايدة اللي بتعود على المتعلم من المحاضرة بتاعتك. انت شكلك ايه؟ الابيرنس بتاعك، لابس ازاي؟ بتتعامل معهم ازاي؟ شكلك في حدود المقبول في الثقافة بتاعت المكان اللي انت واقف تتكلم فيه ولا لأ؟ المظاهر مش كل حاجة، بس بالتأكيد اذا ما كانش مظهرك مقبول مش هتعرف تتواصل مع الناس اللي بتتكلم معها. برضو انت بتتعامل مع الناس ازاي؟ يا ترى انت عنيف معاهم، سخيف، جهم كده، عبوس، ولا مبتسم وبتحاول تبقى تتلاطف مع الناس، بتحاول تتواصل معاهم، بتحاول تخلق معاهم علاقة إنسانية؟ ده كله بيأثر برضو على انت بتعرف تتعامل معاهم ولا لا. برضو انت شخصيا بتحب المادة العلمية ومتحمس ليها ولا بتدرس وظيفة؟ يا ترى انت شايف ان اللي انت بتعمله ده مفيد ولا مش شايف ان اللي انت بتعمله ده مفيد؟ لو مش حاسس باللي انت بتعمله ده مفيد، انت مش هتبقى انت عندك حماس كافي عشان تشتغل. لو ما عندكش حماس انت مش هتتعلم. على فكرة ما حدش بيتعلم علشان العلم حلو، وانما بيتعلم علشان اللي قدامه قدر يوديله المعلومة بشكل دخل قلبه. احنا هنعيد ونزيد في الموضوع ده. موضوع ان انت بتطلع مشاعرك، اذا ما كنتش فعلا احاسيسك موجودة في الكلام اللي انت بتقوله، والكلام ده مش بس في الاديوكيشن، في اي حاجة فيها تواصل، اي حاجة فيها كوميونيكيشن، لازم تكون بتتكلم من قلبك. اذروايز محدش هيصدق اللي انت بتقوله ولا حد هيستوعب اللي انت بتقوله. من هنا يجي كلامنا عن الكوميونيكيشن سكيلز. يا ترى انت جيد في التواصل؟ لا، احنا عشان كده هنقضي شويه وقت نتكلم على الكوميونيكيشن سكيلز، وفي يمكن كورس كامل على الاكاديمي اوف نوليدج عن الكوميونيكيشن سكيلز بيتكلم اكتر عن بعض الحاجات اللي تفيد. المهم ان احنا الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك اخبارها ايه؟ يا ترى انت صوتك اخباره ايه؟ طريقه كلامك شكلها ايه؟ البرزنتيشنز اللي انت عاملها شكلها ايه؟ انسو برضو قدر معرفتك انت بقى بالمعلومة، لان خلي بالك مش مجرد ان انا اتعرفت على حاجة اقدر اروح ادرسها. ده خطأ شائع جدا. مش علشان انا جبت امتياز في الجامعة اقدر اشتغل معيد. لا، المفروض ان انت يبقى عندك عمق في المعلومة اللي انت بتتكلم فيها. انت عندك العمق ده ولا لا؟ لو مش عندك العمق ده انت بتتكلم كلام سطحي جدا، يا دوب اللي نجحت فيه بتتكلم فيه، الكلمتين اللي سمعتهم في كورس تريننج ذا ترينر وبتروح تقولهم على ان انت بتقول تريننج ذا ترينر، من غير ما يبقى عندك اكسبيرينس، من غير ما يبقى عندك عمق في المعرفه، من غير ما تكون خدت كورسات تانيه بتكمل العمليه دي، بتكمل المعلومات مع بعضها. فخلي بالك انت بتعرف قد ايه ده مهم جدا، ودي امانه، دي امانه في ان انت بتتعامل مع الناس والناس بتثق في الكلام اللي انت بتقوله. يبقى انت لازم تكون امين كفاية ان انت ما تقولش غير الحاجات اللي انت عارف كويس ان اللي انت بتقولها صح. طيب يجي بعد كده التأثيرات اللي بتيجي من البيئة المحيطة. البيئة المحيطة بينا في التعليم بتأثر في حاجات نقدر نسميها الفيزيكال انفايرمنت، الايموشنال انفايرمنت، والكونتكست انفايرمنت. احنا هنتكلم عن الموضوع ده بسرعة.
الفيزيكال انفايرمنت ممكن يبقى فيها الناس قاعده ازاي، يا ترى ترتيبه القعده مناسبه ولا مش مناسبه. لو انت في لايف ليكتشر، لو انت مش في لايف ليكتشر زي ما انا قاعد معاكم دلوقتي مثلا في فيديو، يا ترى انت شكلك مناسب ولا لا، توزيع الصوره كويسه ولا لا. انا هنا بحاول بامكانيات قليله، في ناس بتطلع فيديوهات بروفيشنال اكتر، ممكن الفيديو يبقى جذاب ويقدر يشد الناس. المهم لو نرجع للفيزيكال انفايرمنت والقعده، يجي بعديها الاضاءه. الاضاءه لما تبقى قويه قوي برضو مش حلو، ولو ضعيفه قوي مش حلو، الناس هتنام. لازم الاضاءه تبقى في حدود معينه، ليها ستاندردز لازم تبقى معروفه. فانت بتحاول تختار مكان تكون اضاءته مريحه، يعني بلاش نخش في الستاندردز والكلام والارقام، وان كنت عايزها هتلاقيها ودورت عليها، لكن ان انت مستريح وانت قاعد في الاضاءه، النور مش ضارب في عينك، ما فيش الشمس مش طالعه من جايه من الشباك زي ما هي جايه كده مثلا، انا الشمس مش مضايقاني، لكن لو الشمس ضاربه في عيني كانت هتبقى مضايقاني، مش هبقى عارف اتكلم معاك كويس. برضو درجة الحرارة، لو الدنيا حارة أو الدنيا برد، دي فيزيكال انفايرمنت بتأثر، وطبعا مش محتاج أتكلم في الحتة دي قد إيه، برضو هتأثر على الناس تعرف تركز معاك ولا لأ. يا ترى في دوشة وفي ناس خارجة وداخلة، وهنا لما نيجي نتكلم على الديستراكشنز أو الحاجات اللي هي بتجذب الانتباه أو تخرج الواحد من الفوكس في المحاضرة، هنلاقي ان انت نفسك ممكن تخرج الناس من الفوكس. لو ان انت مثلا ماسك حاجه في ايدك بتلعب بيها، ماسك قلم ولا النضاره بتاعتك قاعد بتعمل بيها كده مثلا، ولا حاجه من هذا النوع، ده ممكن يبقى ديستراكتنج للي قدامك، وبالتالي ما يقدروش يتعلموا كويس. اضف الى ذلك بقى ان يبقى في دوشه جايه من بره، في باب ازاز والناس بتعدي رايحه جايه عليه، فبالتالي كل اللي قاعدين معاك قاعدين بيبصوا على الازاز، او حتى انت اللي شايف الباب وانت اللي بيحصل لك ديستراكشن. فده كله طبعا حاجات من المؤثرات على من الفيزيكال انفايرمنت. طبعا يجي بعد كده، هي الناس عارفه هي هنا ليه ولا لا، يا ترى عندهم موتيفيشن كفايه ولا لا. وده برضو هنا دور من الادوار اللي انت هتلعبها، ان انت تقدر تموتيفيت الناس اللي قدامك ان هم يفضلوا قاعدين ويحاولوا ينتبهوا ويسمعوا ايه اللي بيجرى في الدنيا. يا ترى الوضع السياسي في البلد والاقتصادي في البلد مريح ومستقر ولا مش مستقر؟ طب بلاش الوضع السياسي في البلد، في حرب في البلد اللي جنبنا ولا لا؟ بلاش كل ده الحاجات الهيصه دي. يا ترى مثلا في حرايق، في اعصار جاي، في اي مكان، ده برضو بيأثر على الناس، والمفروض ان انت تحطه في اعتبارك وانت بتشتغل في المحاضرة بتاعتك كمان. يجي بعد كده برضو، يا ترى انت عرفت تعمل موتيفيشن ولا لا؟ زي ما قلنا لازم اللي قاعد في المحاضرة يحس ان هو في مصلحة عايدة عليه من وجوده في المحاضرة، وممكن يروح يقعد على القهوة او يقعد يتفرج على ماتش كورة. اذا ما كانش في حاجة تجذبه وتخليه يقعد معاك في المحاضرة بتاعتك، يبقى انت بتضيع وقته وبتضيع وقتك. يجي بعد كده، طيب انت عرفت تحسسه بان في كلام بيوصل، ولا انت قاعد بتلخبط في الكلام، كلامك مش مترتب، مش محضر المحاضرة بتاعتك كويس، مش عارف بتقول ايه، ما عندكش العمق الكافي اللي هو ان انت تقدر تإمبرس الطالب او المتدرب اللي معاك. محتاج ان انت، وده برضو يرجعنا ليك انت يعني، يجي بعد كده، طيب هو عنده البريكوزيتس، عنده المقومات الكافية اللي تخليه يبقى قاعد قدامك فاهم انت بتتكلم في ايه. دي برضو حاجة مهمة جدا، انت قاعد بتتكلم في ازاي نصلح العربية وازاي نطلع الموتور ونفكه ونركبه، وده واللي قاعد قدامك عمره ما شاف عربية او عمره ما ركب عربية او ركب عربيات بس طول عمره بيركب مواصلات، ما فتحش موتور، ما شافش عربية عطلانة، ما غيرش كاوتش قبل كده، يبقى ما ينفعش انه يقعد يسمع قدامك انت وانت بتصلح العربية. هو انت بتصلح ايه؟ انت بتعمل ايه؟ فلازم ده برضو في بري ريكويزيتس للكورس. ترى انت وانت بتتكلم قلت ايه الاهداف بتاعت المحاضرة او الاهداف بتاعت الكورس؟
اذا ما كانش الجولز واضحه اللي قدامك هيركز معاك ازاي؟ من غير اهداف واضحه مفيش نتائج. لازم يبقى في هدف بتحطه، وده برضه هنتكلم عليه واحنا ماشيين. يا ترى في خط واضح من خط منطقي بيوصل الافكار ببعضها، ولا الافكار كده متناثره؟ الافكار المتناثره في ناس تعرف تطلع منها معلومه مفيده، بس الحقيقه ان انت لو عرفت ترتب افكارك بشكل منطقي وبشكل فيه علاقة بينه وبين بعضه، بتطلع من النقطة دي تخش في النقطة دي وموصولين ببعض، الأفكار هتبقى أوضح، والمتدرب أو المتعلم اللي قاعد قدامك هيعرف يستفيد أكتر ويعرف يفهم أكتر أنت بتتكلم فيه. بعد كده برضو يرجع بقى نرجع للمشاعر، يا ترى هم حاسين برضو بالفايدة، حاسين بأن أنت knowledgeable، عارف انت بتتكلم في ايه ولا لا. يجي بعد كده واخيرا، وده اللي مش هتكلم عليه خالص، وهو العوامل الخارجيه في الانفايرمنت. يا ترى في حاجه شخصيه، في حاجه في الشغل، في حاجه في حالته الاجتماعيه، اي مكان، دي حاجات احنا مش هنقدر ناثر عليها، بس بالتاكيد بتاثر على اللي قاعد قدامك بيحاول يتعلم. يبقى احنا كده في المحاضرة بتاعتنا دي، وده الفيديو الثالث بتاعها، اتعلمنا عن هو ايه التعلم، what is learning، وازاي بنتعلم. لما اتكلمنا عن بلومز تاكسونومي في الاول، اتكلمنا عن knowledge and skills and abilities، وبعدين اتكلمنا عن بلومز تاكسونومي والcone of learning، وفي الاخر الفيديو ده حاولنا نعرض بسرعة لبعض الحاجات اللي بتأثر على عملية التدريب أو عملية التعليم، والكور بتاعها، الأصل بتاعها، أهم حاجة فيها أنت شخصيا، أنت أهم حاجة في العملية التعليمية، وبالتالي أنت لازم تبقى جاهز كويس، وده اللي هنقضي عليه بقية الكورس بتاعنا. أنت تعمل إيه؟ أنت تستعد إزاي؟ أنت تجهز إيه وما تجهزش إيه؟ هو ده القلب بتاع الكورس بتاعنا إن شاء الله. أرجو إن المحاضرة تكون كانت مفيدة، ونوروا كمان أنتوا يعني تكملوا معانا المحاضرات الجاية، ولو في أي ملاحظات أرجو إنك تبعتها لي على الإيميل ده، ولو في برضو حاجة تحس إن ممكن تضاف أو ما تقلتش كويس نحاول نشرحها إن شاء الله. متشكر جدا ليكم، وأشوفكم في المحاضرة الجاية إن شاء الله.